السلام ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على الاجتماع العاجل للمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية قيس سعيد مع اللجنة المالية، اللي قالوا احنا طلبنا منه الاجتماع هذا العاجل باش يحكيو فيه على الاقتصاد، حيث استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج اليوم رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس النواب الشعب السيد هيكل المكي، وتم التطرق خلال اللقاء إلى الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد وانعكاستها على الأوضاع الاقتصادية. لازم يلقاو حل لأن الاقتصاد في تونس أصبح تحت الحضيض. ودعا رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس النواب الشعب إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي يضع الوضع الاقتصادي والمالي على جدول أعماله، وهذا اللي صرح به هيكل المكي. وقال يعطي الصحة رئيس الجمهورية، وجهت له رسالة عاجلة وقبلها في الوقت وما قعدش معناتها يمهطل فيا، ومشيت حكيت معاه في وضع الاقتصاد في البلاد، وإن شاء الله وبإذن الله باش نلقاو الحلول مع بعضنا، وإن شاء الله ربي يسهل على تونس وعلى شعب تونس المسكين. ما تنساوش عد اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وتوا ما بقى لي نقول لكم كان إلى لقاء ومشاهدة ممتعة.